السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقياكم أعزائي مرة أخرى في فيديو جديد، وهذا المرة معنا واحد الوصفة اللي كتخص الوجه، كترطبو وكتبيضو. رائعة هاد الوصفة، ثم كتشوفو مكون أساسي اللي هو العكر اللي كنسميه العكر الفاسي. وهذا هاد النوع انا شريته شويه، ماشي داك ديال 10 دراهم ولا غيعمل واحد البشره ديالو او لا الشعر، يحاول يشري شي حاجه مزيانه. هذا ماركه مزيانه، هاد النوع هو كنوريه لكم، مجرباه شحال من مره مزيان. اما كاين شي واحد راه غير الصباغه، الا شفتوا العكر هود 10 دراهم عرفوا راه غير الصباغه هذيك. هذا حر، شريوهم، المهم شريوهم شي مكان موثوق منه كتعرفوه، ماشي اي حاجه. عندنا في هذه الوصفه ثلاثه ديال المكونات، منهم هاد العكر الفاسي، ما عرفتش شنو كيسميوه خارج المغرب، حنايا في المغرب كنسميوه العكر الفاسي، وكريم، هاد كريم نيفيا او لا اي كريمه تكون مزيانه. المقادير عندنا كالتالي، عندنا واحد جوج معلقات صغار دكريم نيفيا او لا كريمه تكون من نوع جيد اللي كتتوال من البشره ديالكم. اما جوج ديال هذا انا عملت في هاد الطويصه صغيره، هي اللي غنحتفظ بها بهاد الكريمه. جوج معلقات صغار ديال الكريمه، ومعلقه كبيره د مايزينا، جوج صغار في معلقه كبيره، وشويه ربع معلقه شويه صغيره د هاد العكر الفاسي، غير ربع معلقه صغيره هذا. وكتبقاو كتهادي وكتحركوا تحركوا، تدخلوا هاد المواد كاملين بشويه، وانتم حاولوا تاخذوا شي قشعه تكون كبيره. انا هذه كنحتفظ بها كتبقى صغيره كنخلط فيها. هي حتى كتولي هاد، نحصلوا على هاد الكريمه كنعملوها للوجه لمده ساعه، عاد كنغسلوها، راه كترطب الوجه. واكثريه اللي كيكون لون البشره ديالها بيضه كتولي كترد الوجه وردي، واخا كتغسل كيبقى الوجه بحال اللي مزروع فيه الدم، وكتصلح حتى للسمره، كتصفيها وكتبيض. هاد الوصفه راه الا داومتوا عليها راها مزيونه وراها صحيه، ما فيهاش شي ماده اللي هي تقولوا غتخافوا منها. كريمه راه غالبا كاين اللي عندها شي كريمه كتعملها لوجهها، وهذه نيفيا تنعملها انايا، ما كنلقى منها حتى شي مشكل. كنتمنى هذه الوصفه تعجبكم وتجربوها وتداوموها، حيت المداومه هي كلشي. دابا هذه كنعملوها حنا في الثلاجه، كنغطيها بواحد بابي ونخليها في الثلاجه. كنتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها، وإلى اللقاء مع وصفة جديدة، وشكرا على تتبعكم.